قال فنان، قلنا فنان، قال مزاودي قلنا مزاودي قلنا، قال كرونيكور قلنا كرونيكور، وفي التسعين دقيقة تتبدل الحقيقة، ولا يلوج على الشقيقة والرقيقة، هم قالوا ولا خطابة، اهبل الراجل واهتر خش الخلا والغابة، ليك بوه ليك خوها اللي يسمعك يقول فادة، تستنى بالدرج وقتاش يهزوها، بنية تخدم ما عينها في شي، شيخة في دار بوها مادة سويقاتها ما تقضي في شي، سخينة ولا في خصايلها يعدد، يبرح عليها والله شي فدد، سيب الطفلة اختاها توجيها مكتوبها وترى فرحها وهناها، جيت تشكيلك بالشهقة تحب تعرسلها الدمعة هابتة تبكيلك، ما تسمعش كلامه فيق بفلامه، ما يقنعش كلامه العمر مازال قدامك، أرزن يا رباب ما تخلي حد يدخل أحلامك، وشكرا. شكرا سي سعد زبركة، لو فيك على التوصيات. عملية استباقية. استباقية نخشمتو. شكيت عملية استباقية، ناس مليانة بالغل بالكرة بحقد بحقد دفين، فهمتني؟ قولك فنان في الاخر. غريبة والله للأسف. للأسف الشديد تحسوا بالضامن. مانيش قاعد نقول في كلام مجاملة ولا كذا، ربي يفضلك سفيان، ولا في حقائق صحيح كلام، فهمتني؟ سيذكرها تاريخ وتأييد لكلامك سفيان، معناها نحن جات كانت فرصة يعني ليلة النص في رمضان وتعديت ضيعناها، ليلة 27 ضيعناها، جاء العيد الصغير ضيعناها، هاو العيد الكبير بعد غدوة، ما نتصورش كيف فما حاجة، كي جات فما حاجة بديتوا تدهنوا في الدار، ما لا ما فهم شيء. برجولية سفيان، اسمع كان خرج الصيف هذا ما فهم شيء. هو يمشي شبوا بها نعرسوا لها بالسيف. شكون شدوا بالسيف؟ لازم يجيبوا شكون بالسيف؟ خدروها خدروها، مش مشكلة مش في هي، مشكلة في شكون اللي خدروه؟ لا موجودين موجودين، هاو ما جا حد، هاو ما عبد حد. يا اخي انا مش كلمني صاحبي، العروض موجودة يعني، العروض موجودة، أسامة بقرة العروض موجودة، أسامة بقرة، لا أمارو ميكاتو أمارو أمارو، يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. شكرا. انت سفيان شنو تتصور الاشكاليه؟ من شكون المشكله؟ شنو نقعدوا نحكي في الموضوع؟ لا المساله الاهم من هذا، انا علميا علميا حسب خبرتك وحسب فهمك، ولا كيفاش جاني الهام تاع الكلام هذا بعد ما شفت معناتها فهمتني، ايادي خفيه او اقلام ماجوره هبطت، قالت معناتها رباب كانت احسن معوض للمنشط الشهير والصحفي الكبير نوفل الورتاني. تحية لي نوفل. قلت الافتراء هذا لازم نرد عليه. افتراء تشويه، يعني تتهم في العبيد بالكذب. قدموا بقضايا، شو باش نقول لكم شباب؟ تحية لكم، ما قدموا بسفيان. قلت له خليني نشكرها من شيرة أخرى. صحيح. ما دام السيد بدا هو. مهنيا وما شاء الله وصوي وقال وقريتو انا ستاتيو، بعثوا لي ستاتيو، قال ضحكت في ذهنك، قال درا شنو نتاع كيما نقولوا احنا راني نشم فهمني النجوميه. صح، ما قريتو انا شكون فيش انا مواطن مستمع اقلام ماجور، اقلام ماجور مانيليتها زاده في البرنامج الطيب تاع الطبخ في الحوار التونسي. والله ما في تصوير والله سي اي والله ما متعة استمتعنا حق ضرب. ايوه وشو تعدت الميسيون؟ تعديت الميسيون وحاجه مزيانه على الاخر. واش بك ما قلتيش رانا تفرجنا فيه؟ ما يسالش كان شفت انا على كما كان شفت انا نزلت وهذا ما ندخل في الطبخ وقتها معاش نحكي على الجمال. طيب ها قال لك الطيب وندخل وهاي طيب ظهر وش طيب؟ تحيه العزيزه سوسو بربي، وش طيب؟ والله استضافه كانت طيبه. انا مساكع مساكا ريت جبتها وهذه وحسن خربيش تحيه اليوم لو تفرج فيك باش يقول لك طيب لك مساكا مساعة وليك يا سفيان والله بنينا والله بنينا نعرف طيب تعرفوني نعرف طيب افهم يا سفيان احنا ما حشنيش اوكي استدعاء برنامج طبخ وكذا اوكي طبخ مسابقات يا ولدي في بين اللي راديو شبيك جي موزايك اكسبريس واحنا تجي وانا فاهم في الطبخ ايش بك سكت حصيل احنا نحبوا نروها في مثلا سهرية سبت تبدا ضيفة رئيسية عند نوفل عند هادي فما بحثة ميسة باديس خديك نقولوا طمننا عليها صحيح شدت الثنية
صحيح. أنا بدي يوصلني الإحساس هذاك خاطر ملي هبطك الارتيكل والصوت طبعا صحفيين قاعدين يدزوا معاه. شكرا تحية للزملاء. شم في رحت فلوس قاعدين نشموا فلوس ما قدرتش روحي حسيد ملي يلا سفيان كلاب وين هيا كلاب وين هيا باش نخرجوا باش نجاوبوا على الأسئلة سفيان كلاب صديقنا مريض مش قلت لك مريض كريم الغربي نحكيوا على الصحافه على كيفاش يكتبوا دي زارتيكل تعطيه فلوس ولا صحافي يبداو تحومتك ولا حاجه ولا ابوه يرحمه كان عنده خول كبير يلعب في جمعيه مقري قال لي كريم الحال حلال معناها مش ملاعبي برشا عاد بوه كيبس صحافي غادي في الحومه خليك شد نهار كيف سؤال من غدو هبط ارتيكل خليفة خالد بن وين وصلت الطفل نوري الغربي خليفة خالد بن يحيى وين وصل نوري طبعا نوري طبعا في المقرين جو بيه كبسة قوية دي ديريك خالد بن يحيى يا رشيب خلي كريم الارتيكل قصد ابوه بخطية في كواترو ربي بالكيكة توقعت تستعمل اساليب امنوا بالشباب الاولاد راه مش حلول تعملوا فيه.